السلام عليكم. اليوم حلقتنا غير، بس قبل لا نبدأ ياليت تشترك بالقناة لأن هذا يدعمنا ويحفزنا على الاستمرار، وبالمرة فعل زر الجرس عشان توصلك الحلقات أول ما تنزل. طيب عندي سؤال، إيش اللي يخلي دكتور جامعة محترم يصيد الكلاب بالليل في الشوارع الجانبية؟ لا وبالكرافتة. خلونا نشوف. معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم. في عام 1920 ميلادي رجع الدكتور الجراح فريدريك بانتيجن من الحرب العالمية الأولى وفتح عيادته الخاصة، لكن العيادة كان شغلها ضعيف مرة، فقرر أنه يروح يقدم محاضراته بالجامعة عشان يقدر يستمر بفتح عيادته، لكن للأسف ما نجح الموضوع فسكر العيادة وتوجه الجامعة تورونتو. هناك عرض على مدير الجامعة مشروع حاب يشتغل عليه، وهو اكتشاف المادة المفرزة من البنكرياس. خصصت الجامعة لفريدريك 10 كلاب للتجربة، وكان عدد قليل جدا لإجراء الاختبار، لدرجة أنه كان يضطر أنه يمشي في الشوارع الجانبية من المدينة عشان يصيد كلاب في الشارع باستخدام ربطة العنق، لدرجة أنه وصل عدد الكلاب في تجربته 410. فعلا مع هالرقم نجحت تجربة فريدريك باستخدام مادة من بنكرياس الكلب وحقنها في كلب مصاب بالسكر، والنتيجة الصادمة كانت شفاء الكلب المصاب. المادة هي مادة الإنسولين. في عام 1922 تم تجربة الإنسولين على شاب عمره 14 سنة كان في حافة الموت بسبب أعراض متأخرة لمرض السكري، وكانت النتيجة شفاء الشاب. وفي عام 1923 ميلادي حاز فريدريك على جائزة نوبل لاكتشافه علاج لمرض السكري، واللي كان مصير المرض فيه سابقا هو الموت دون دواء. عرفنا ليش يصيد الكلاب بالليل؟ خلونا نكمل قصتنا معاكم. في دراسة أجراها الاتحاد الدولي للسكري أظهرت أنه عالميا فيه واحد من كل 11 شخص مصاب بمرض السكري، يعني حوالي 463 مليون شخص، ومن المتوقع خلال 10 سنوات أن يرتفع هالعدد إلى 578 مليون، يعني بنسبة انتشار تقدر ب 8.5%. وبصدمك لما أقول لك أن نسبة انتشار المرض عربيا تفوق 14.3%، يعني تقريبا ضعف النسبة العالمية. ودليل ذلك أن في 6 دول عربية متصدرين قائمة أكثر 10 دول إصابة بمرض السكري. تخيل أنه تقريبا 25% من سكان المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب والسودان والعراق والإمارات مصابين بداء السكري، يعني تقريبا واحد من كل 4 أشخاص يعتبر مصاب بداء السكري، ترى في زيهم تقريبا بس في مرحلة ما قبل السكري. ودي أقول لك أنه من زود الحل اللي فينا، لكن أكون أكذب عليك والله. في عام 1991 ميلادي قام الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية بتحديد يوم 14 نوفمبر من كل سنة بأن يكون هو اليوم العالمي للسكري، ومن خلاله يتم تفعيل توعية المجتمع بخصوص مرض السكري. في عام 250 قبل الميلاد تم اكتشاف أعراض المرض على يد الطبيب المصري حسي راع، وبعد ملاحظته كثرة تبول المصاب إلى جانب نحول المريض وضعفه، ومن هنا لاحظ وجود مرض غامض يسبب هذه الأعراض. ترى صورته هي اللي على 200 جنيه المصري، ويمكن لو كان موجود الحين أخذ جائزة نوبل. في عام 1425 ميلادي تم تسجيل أول حالة لداء السكري في الكتب الطبية، واللي أضاف العالم توماس ويلس عليها كلمة البوال إلى السكري ليصبح اسم المرض البوال السكري Diabetes mellitus، واللي متعارف عليه الآن بداء السكري. طيب إيش هو السكري يا تركي؟ وإيش علاقة البنكرياس في الموضوع؟ مرض السكري باختصار هو انعدام أو قلة أو مقاومة لإفراز هرمون الإنسولين من خلايا بيتا بالبنكرياس،
ومن هنا ينقسم السكري لنوعين. النوع الأول انعدام هرمون الإنسولين اللي يحتاج فيها المريض للحقن بإبر الإنسولين، والحمد لله نسبة هذا النوع لا تتجاوز 10% من مرضى السكري. النوع الثاني الناتج عن قلة إفراز الهرمون من البنكرياس أو مقاومته، وهذا النوع هو الغالب، يحتاج فيه المريض لأخذ حبوب تساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم، وممكن يحتاج الإبر بعدين. هذا غير سكري الحوامل والخاص بالحامل من بعد الشهر الرابع للحمل. يعني كل هالكلام واخرتها حبة دواء وإبرة وخلاص؟ لا يا حبيبي، الموضوع مو بالبساطة هذه. كلنا شفنا مرضى السكري اللي عانوا من تأثيرات السكري عليهم، اللي جاه عمى بعيونه، واللي أصيب بفشل كلوي، واللي جته سكتة قلبية. مو على كذا فقط، وصل الحال إلى بتر أحد الأطراف. الموضوع ما وقف لها الحد، بس في عام 2016 كان داء السكري السبب الرئيسي السابع المؤدي للوفاة بعد السرطانات مباشرة بمليون وستمائة ألف حالة. وين التوعية اللي تقول؟ في دراسة أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة ويك فورست الأمريكية، أثبتت أن الكشف المبكر عن داء السكري يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبحكم التخصص بالأجهزة الطبية، يعتبر جهاز كيمياء الدم هو جهاز الفحص اللي يبين لك معدلات السكر في الدم عبر تحليل مخبري للسكر التراكمي HbA1c وسكر الصائم Fasting Blood Glucose. ولازم تنتبه لما تصل إلى معدل 5.7 في تحليل السكر التراكمي و100 ملغرام بير ديسيليتر في سكر الصائم، تراك معرض للإصابة بالمرض، يعني دخلت مرحلة ما قبل السكري. وش فيك؟ أشوف وجهك تغير. خلني أطمنك شوي. العلماء والباحثين مكثفين جهودهم بشكل كبير لمحاولة إيجاد حل جذري لمرض السكري، بحيث نقضي على المرض تماما، زي مثلا استزراع البنكرياس. كما اكتشف فريق دولي من سويسرا وأمريكا واليابان أنه يمكن تحويل خلايا ألفا في البنكرياس إلى خلايا بيتا، يعني الجسم يعالج نفسه بنفسه. لكن كل هذه التجارب والمحاولات لا زالت قيد الدراسة، فإلى وقت ما تنجح أحد هذه الدراسات ويتم تطبيقها على البشر، خلونا ننظم حياتنا شوي، من رياضة المشي ولو نص ساعة يوميا، ونظام غذائي ملائم لصحتك، راح تغنيك عن كل هالمتاهة هذه، خصوصا النوع الثاني من مرض السكري. ولا ننسى أنه وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات مشاعر أهالي مرضى السكري اللي تعرفونهم، خصوصا النوع الأول، ولو تعرفوا أحد مصاب بالمرض انشروا له الحلقة عشان يشوفها زيكم ويشاركنا مشاعره. ولو فاتتكم حلقة من الحلقات السابقة شوفوها. انتظرونا كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.